فيما نشاهد هذه الصور أيضا الجديدة والتي تظهر في جزء منها تصدي الدفاعات الإسرائيلية لعدد من الصواريخ التي أطلقت والتي أشرت إليها قبل قليل عبد القادر. هذه الصواريخ التي أطلقت بالعشرات، هنالك أعداد مبدئية تتحدث عما يزيد على 60 صاروخا أطلقت وقد استهدفت مناطق مأهولة، يعني نتحدث عن مناطق سوى تلك التي أخليت من المناطق الأقرب إلى الجانب الحدودي مع لبنان، ونتحدث عن بيانات متتالية لهذه الصواريخ التي سقطت قرب صفد بالجليل الأعلى بعد إطلاقها من جنوب لبنان. نشاهد ونتابع هذه الصور لهذا الاستهداف. إذن تطور لافت باستهداف مناطق مأهولة بالسكان سوى تلك المناطق المخلية. الجيش الإسرائيلي يتحدث طبعا عن 35 صاروخا من لبنان سقط بعضها في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى، والبعض سقط في مناطق قرب المناطق السكنية وفي مناطق أيضا مأهولة. وهذا يأتي أيضا في إطار حديث الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو عن إدخال عودة السكان إلى مناطق الشمال ضمن الأهداف المعلنة للحرب الإسرائيلية. كذلك يأتي في سياق تهديدات إسرائيلية مستمرة من الجيش وكذلك من القيادة السياسية الإسرائيلية بتطوير رد الفعل على حزب الله من خلال توسعة الجبهة والعمليات العسكرية، وأيضا الحديث عن احتمالات الذهاب إلى عملية عسكرية موسعة في مناطق الجنوب اللبناني. وهذه أيضا التهديدات التي تأتي في سياق زيارة المبعوث الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عاموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي، ويعني هذا في سياق الجهود السياسية التي تقول الولايات المتحدة إنها تسعى إلى احتواء التصعيد مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية بشأن المناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية من لبنان. إذن ما يلفت الانتباه في هذا الاستهداف أنه يأتي ليوسع دائرة النار التي اليومية التي يطلقها حزب الله من مناطق الجنوب على مناطق الشمال، ونتحدث عن مناطق مأهولة بالسكان في الجليل الأعلى، ما قد يشكل ضغطا أو مزيدا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، خصوصا إذا أخليت هذه المناطق لتضاف إلى مناطق أخرى أخلي